عودة لدعوة نواصي وآخر التطورات أيضا في العاصمة طرابلس، ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس لجنة التواصل ومتابعة الترتيبات الأمنية سيد رمضان زرموح. سيد رمضان أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، مساء الخير. بداية سيد رمضان، يعني ما هي خطة اللجنة الآن لتوزيع التشكيلات المسلحة في العاصمة طرابلس، وهل صحيح أن قوات من خارج العاصمة ستستلم بعض المواقع داخلها؟ في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أن كل اللجنة كان أساسنا هو إطفاء الحريق والقتال اللي في طرابلس بين قوتين وبين مجموعات مختلفة منتشرة في حول طرابلس وقريبة من مركز طرابلس، وهذا فعلا نجحنا بكل الحمد لله بكل امتياز، ووجدنا القابليه من جميع المجموعات اللي في وقت التغلق. وطبعا قسمنا المجموعتين الى مجموعه من تبع ترونه من طرابلس، وتواصلنا مع عيان وبعض القيادات من المدينتين، وفعلا تم التوقيع على اتفاق وقف اطلاق النار وخطوات اخرى. القادم ان شاء الله احنا مستمرين الاسبوع القادم في اجراءات ونسق مع لجنه الترتيبات الامنيه بشكل من المجلس الرئاسي ووضع برنامج، واحنا نحاول نتابع تنفيذ هذا البرنامج، وعملنا الاساسي والمهم ان تصبح طرابلس مدينه امنه وهي عاصمه كل الليبيين، وتؤول كل الامور الامنيه والحمايه الى المؤسسات. طيب سيد زرموح، يعني قلتم في تصريح سابق ان مطالب صلاح بادي كانت معقوله ومشروعه ايضا والجميع موافق عليها. الاخوه كلهم بما يفيد هذا التصريح سيد رمضان دخلوا او حاولوا دخول طرابلس والسيطره بعد المرافق، صمم الوحيد هو اصلاح الوضع، الدوله وإقامة الدولة وأن تكون المرافق العامة تابعة الدولة، ويتم وقف الخلقات الأمنية والاقتصادية والفوضى اللي تهم كل إدارات الدولة. يعني المشاهد في تحويلات وفي أسعار وفي زحمات المصارف ومشاكل الوقود والخارج، يعني أغلبها مصطنع وأغلبها يرجع للإهمال وطرد أشخاص أو كيانات مسلحة معينة، فرض تعليمات واوامر بتعيين افراد معينين وتحويل اموال، هذه كلها دوافع او اسباب كان ما هدف لهذا الحراك. احنا فعلا يعني كان حراكهم ربما حرك الراكد، وان شاء الله في الان شعور بالتحسن. الاخوه اللي زي صلاح بادي ومجموعه من طيب سيد رمضان، في هذه النقطة يعني في هذه النقطة هذه المطالب المشروعة، قلتم أيضا أن صلاح بادي أعطاكم مهلة بصفتكم رئيس لجنة التواصل ومتابعة الترتيبات الأمنية لتنفيذ مطالبه، كم مدة هذه المهلة وما الذي نفذ منها حتى هذه اللحظة؟ لا لا لا، لم يشرط لي مهلة، أنا تواصلت معه واتفقنا على وقت إطلاق النار، وإحنا مستمرين كلجنة بكل هدوء وكل تسلسل، والامر ليس بالسهل انك تعمل مشاكل اخرى او تقوم بعمل مسلح ضد الافراد مسلحه. احنا بالتفاهم وان شاء الله في وعي من جميع الكيانات المسلحه ان لازم تحل هذه المشاكل. وطبعا الشكر يتلجنا لسجن العتيقه، والحمد لله الاخوه في المساعدة كانت تتفاهم وتم اطلاق سراح اكثر من 800 موقوف، والعمل الجاري لحل حاله هذه المشكله اللي هي تعتبر مشكله. ختاما سيد زرموح، انت تؤكد ان كل الجهات الان ملتزمه بهذه الهدنه؟ والله الحمد لله الان، واتوقع تحسب الخلقات، يعني ما انت عارف الامور غير مسيطره عليها تمام، والمجموعات لا تتبع جهه واحده، هي مجموعات مختلفه وقيادات مختلفة وأهداف مختلفة. الحمد لله يعني لحد الآن حتى بحث خلقات أو الأمن في قصر بوشير، وزارة الداخلية طبعا مسيطرة وكلفت مجموعة كبيرة من رجال الشرطة وعلى رأسهم من عميد الكافو، الحقيقة
يسيطروا على المنطقه من طرابلس الى عند المطار وصلاح الدين وعند ترونة، حتى نعم. احنا عملنا اتفاق مع وزير القريه حتى متعاون معنا ان الشرطه حيكون هي بدايه لتمكينهم في السيطره الامنيه على المرافق. شكرا. سواء المطار والميناء والمنافذ. نعم شكرا. والمصارف كل مشكلة اللي في طرابلس تولاها شرطه، واحنا قلنا اساسا التحقوا. نعم. وصلنا لضيق الوقت، أذر من سيد رمضان الزرموح رئيس لجنة التواصل ومتابعة الترتيبات الأمنية، شكرا جزيلا لك.